مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام بخير. وصلنا بيان عاجل، اختطاف فتاة قبطية ويدعى اسمها مارينا أنور منيب، 17 سنة، وهي راحة المدرسة وبالصور. الموضوع هو عاجل، اختطاف فتاة قبطية تدعى مارينا أنور منيب 17 سنة أثناء ذهابها إلى المدرسة. هو في إيه بالظبط؟ كده كتير. لحد إمتى يا إخواتنا هيتخطفوا؟ ومفيش قانون يحمي ويعاقبنا، يحمي قصدينا يحمينا ويعاقب الجماعات الإرهاب دي والقذارة يعني وسبي نساء الأقباط. هو إيه المطلوب؟ يعني عايزين نعرف. جميع الأقباط بيطلبوا برجوع ابنتهم. رجاء من كل الأقباط، صلوا من أجلها، والنشر بمساعدتكم من أجلنا. الحقيقة الموضوع بقى كثير جدا جدا، كل يوم اختطاف، كل يوم يعني أنا مش عارف أقول إيه صراحة، غير إن أنا أطلب من ربنا إن يحافظ علينا ويحافظ على بلدنا اللي بقت حاجة بصراحة مسخة وطعمها بايخ. أحبائي وأعزائي من قناتكم المفضلة، قناة المسيح هنا، التي تحب الكثيرين وتحب أن تفتح كل قلوبها لكل شخص ولكل محب. إننا إلهنا علمنا المحبة، علمنا السلام. قال السيد المسيح: أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. إخوتي أحبائي وشركائي، إخوتي المسلمين، إن كنتم لا تأمنوا أن المسيح هو إلها، اعتبروه بالنسبة لكم فهو نبي وله كل الاحترام. لا داعي الكلام والقول بأن المسيح الجبان، المسيح كذا، إن يعني كتابكم يقول أنه نبي وله كل الاحترام والحفاظ على الألفاظ. نحن نحبكم، حتى قال لنا المسيح: أحبوا بعضكم بعضا، أحبوا مبغضيكم، باركوا لاعنيكم. إلهنا إله محبة، إله سلام، لكم مني كل السلام والحب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل، تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة، ومنتظر لايكاتكم الجميلة. سلام.